الجمعيات الخيرية في مصر جمعيات يجب أنها يتعامل معها اللي بيشتغلوا فيها على أنها ذات رسالة إنسانية واجتماعية. رسالة إنسانية واجتماعية يعني ما يبقاش عندك الجوانب المادية هي اللي تضغى، انك انت عاوز تكسب، تكسب من ايه؟ ما عاوز تكسب اشتغل في حاجة تانية، او عاوز انك يبقى عندك مصالح مادية خاصة، او كمان تبقى فيها مهازل اخلاقية. ما هي المصالح مش مادية فقط، يعني يمكن ان يحصل عليها البعض بالتحرش بالنساء ومحاولة الاستفادة من كده. عشان كده تخيلوا ما تبقى فيه يعني الارامل التي تحتاجنا للجمعيات الخيرية تبقى في شكوى جماعية بهذا الشكل حققنا فيها بأن يتم التحرش بهن في من مين؟ من مسؤول في جمعية خيرية اللي هو يؤدي رسالة إنسانية يعني. اما انزل اطالب بحق يتيم واتعرض اني كل ما اروح جمعيه يبقى انت كل فكرك في فيا. في جمعيات بروحها لو ما كانش مثلا عايز ان انا اكلمه في التليفون واسايره وكده واقعد اكلمه كلام خارجي وكده، خلاص يبقى مش هعمل لك شهريه. طبعا انا برفض النوع ده. ففي استاذ محترم في الجمعيه أخذ رقم التليفون وخد ورقي وكل حاجة وقال على أساس إن هو ينزلني في الجمعية، وبيطلب مني رقم التليفون على أساس الحكاية دي. أما بنروح نقبض أبص ألاقي 5 6 رجالة مش تبع الجمعية خالص، مش إن إحنا داخلين نقبض، ده عرض حريم. الست اللي تعجبه يشاور عليها. هو مقابل إن هو يصرف لي 20 جنيه على الولد، يعني 40 جنيه على الولدين، وان هو اصلا مش ماسك الجمعيه بس هو ليه سلطه ان هو ينزل دي وما ينزلش دي. متعرض ان هم يقولوا لي مثلا ايه انت بدل ما انت كده يعني تعيشي كده واولادك مش عارفه تربيهم، احنا نجوزك واحد من الاخوه اللي في الجمعيه وهو يربي عيالك. تعرضت في الجمعيات ان انا قابلت واحده سمساره بتقول لي مثلا لو هيدوكي 50 اخد 25، هيدوكي 30 اخد 15. نفس الاسلوب اللي بيتعرض على كل واحده في، بس في اللي بتقبل بالكلام ده وفي اللي ما بتقبلش، ففاكريننا كلنا زي بعضينا. الاستاذ المحترم جه لغايه البيت على اساس ان هو يساعدنا، فوجئت لقيته حط ايده على ظهري، انت حلويتي، انت بقيتي جميله، انت مش عارفه ايه اللي هو اصلا داير من وراء الجمعية دي بطريقة الأسلوب الكلام مع الستات في التليفون. وإحنا طيب بنتعرض لحاجات في الجمعيات دي مش كويسة. أنا أتمنى يا جماعة التحقيق في الوقائع دي، لما تستغل عوز البشر والعوز المعيشي وتستغل حاجة البشر وجمعية خيرية ويستخدم هذه الأساليب مع نساء أرامل، يعني مع أنه يجب أنه يكون الحصن، يعني ده الستات رايحة هذه الجمعية علشان كل ست تحمي نفسها من انها ما تحتاجش لحد، يعني ما تبقاش عندها حاجه تضغط تخليها تنحرف او تجيب فلوس من حته تانية يعني. فتخيل انت يكون المسؤول في هذه الجمعيه هو الذئب البشري. معقوله؟ يعني الارامل اللي هم في حاجه لحمايه انفسهن من الذئاب البشريه في المجتمع، فهتقول لك لما نشوف حد يعمل معانا الخير فيتضح ان من يرتدي ثوب الخير ده شياطين بهذا الشكل وذئاب بشرية. يعني اتمنى التحقيق في هذه الوقائع لانها مخجلة وفي منتهى الخطورة. خلينا نسأل احدى الضحايا يعني السيدة كريمة. يا مدام كريمة اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا مش عايز اقول اسماء ونخلي بالنا شويه. لا انا نخلي بالنا من الالفاظ شويه. انا عايز افهم يعني انت طبعا بتحتاجي الجمعيه في ايه؟
انا بحتاج جمعيه في حته، في حته لحمه، في حته فرخه، في الشهريه اللي انا باخدها كل دوت. طبعا ان رفضت خلاص الحاجه دي ما بتجريش، لان انا محتاجاها والحاجه دي طبعا يعني اذا 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 رفضت الخضوع لنزواته كده ما تاخديش حته اللحمه، ولا ما تاخديش ما اخدش اللحمه بتاعتي، ما اخدش الشهريه بتاعتي، ما اخدش اي حاجه تكون جايه لي باسمي قانوني يا كده، الا ما استلمش حقي. طبعا احنا طبعا ما اكتفيناش بواقع كل اللي احنا شفناهم دول نفس الشكل، نفس الشكل، بل كمان اللي هي السمسره اللي بتاخد نص الشهريه ديت لو ما اديتهاش خلاص بتروح تقول للجمعيه ان انا مش محتاجه، خلاص انتهى الموضوع. دي لازم تاخد نص المبلغ اللي يجي لك شهريه منه. طيب هل احنا يا جماعه هنسيب الناس دي؟ هنقبل اولا ان تبقى في مساومه ضحايا كل بتحتاج لحته لحمه تاكلها وبتحتاج ل قرشين بتاخدهم، والجمعيه الخيريه الحقيقه ما بتديهاش من عندها، يعني ده هي تبرعات فاعل خير، فيتم مساومه النساء بهذا الشكل على شرفهن؟ يعني هل معقوله احنا نسيب ده ونقبل ده؟ يعني اتمنى التحقيق في هذه الواقعه المخيفه اللي اعتقد انه لا يجب انه ينام اي مسؤول معني بهذا الملف الا لما يشوف كيف يمكن ان يحاسب هذا الذئب الباش ويجيب الضحايا وهيحقق في الوقائع. يعني استاذه كريمه، هل اشتكيتوا حد؟ هل يعني وصلتوا صوتكم للمسؤولين الكبار في التضامن الاجتماعي في اي مكان؟ انا جيت اشتكي باسمي، قالوا لك لازم كذا واحده، فكذا واحده ديت طبعا بالطبع راحوا لمكافحه الارهاب والفساد، وعملنا شكوى بالفعل. دي جمعيه. طب هات لنا كده المسؤول الجمعيه اللي هو بتاع اللي هو متضامن معاهم، واحنا هنتابع معاكم ده الموقف ده يا مدام كريمه، ان شاء الله انا واثق ان المسؤولين هيحققوا في هذه الوقائع، لان ليس مقبولا ابدا ان يبقى عندنا ارمله تحتاج الى اكل وقرشين تعيش بيهم فتروح للجمعيات الخيريه فيتم مساومه النساء على الشرف بهذا الشكل. مين يقبل كده؟ وفين في اماكن الفضيله، يعني اماكن الانسانيه؟ يعني جمعيات خيريه اللي اعتقد انه رسالتها وهدفها الانسانيه تطغى، يعني لكن كمان يبقى في هذا الانحدار الاخلاقي وهذا الانهيار الشديد في الادميه، لان اللي هيعمل كده يعني بلا ادميه، عشان كده بقول لك ايه، ذئب بشري. نتمنى التحقيق في هذه الوقائع واحنا هنتابعها اولا باول.